عبد الرحمن رشدان، اهلا بيك معانا في القاهره 24. اتكلمنا النهارده عن المباراه والتعادل في اول مباراه في البطوله، وشايف ازاي الماتش جاي قدام نيجيريا، خاصه نيجيريا هي البطل او سبع القاب نيجيريا، فهم الاقوى في البطوله على الورق. طبعا الحمد لله على البونت النهارده، ما كانش ده هدفنا ولا ده طموحنا ان احنا ناخد بونت، احنا هدفنا 3 بونت في كل مباراه. الماتش الجاي طبعا ماتش صعب كلنا عارفين، بس احنا قدها ان شاء الله، والبونت بتاع النهارده يمكن ادانا تحفيز اكتر للماتش الجاي، وان شاء الله 3 بونت الماتش الجاي. شكرا، بالتوفيق.